حول استمرار إيران في انتهاكاتها ضد محافظات شمالي العراق والإدانات الإقليمية والعالمية، ينضم إلينا عبر سكايب عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الأستاذ عبد القادر النايل، وعبر سكايب من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور عبد السلام مرواري. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ عبد القادر النايل، أصدرتم في الميثاق الوطني العراقي بيانا أدنتم فيه الانتهاكات الإيرانية في شمالي العراق، برأيك لماذا هذه الاستباحة للأراضي العراقية والمستمرة من قبل إيران؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. إن استهداف كردستان العراق هو اعتداء على سيادة العراق، وإنما تستخدمه إيران وحرسها الثوري الإرهابي ما هو إلا حقيقة تعدي صارخ على الدماء العراقية وعلى السيادة العراقية وعلى شعبنا في شمال العراق في أربيل وفي السليمانية. وبالتالي ما ينتج عنه عن هذه الاستمرار هو لأنهم حقيقة لا يعتبرون للعراق ذو سيادة وأنهم يهيمنون عليه. وبالتالي صمت المجتمع الدولي على إرهاب إيران المستمر على الأراضي العراقية هو الذي شجعهم على الاستمرار في هكذا أعمال إرهابية، وهي ليست الأولى ولن تكون النهاية. لكن أن تعلن بهكذا صراحة عندما يعلن الحرس الثوري الإيراني عن إطلاق عملية عسكرية ضد كردستان العراق، فهذا يعني أنهم لا يعتبرون العراق دولة، لأن المفروض أنه تعلن النظام الإيراني أو السلطات الإيرانية هكذا قرار. إنما عندما يقول الحرس الثوري فإنه يعتبر هذه الأجزاء جزءا من الأراضي الإيرانية لأنه منظومة داخلية. ولذلك هذا التعدي هو تعدي كبير من عدة اتجاهات. الاتجاه الأول أنه تعدي دولة جارة للعراق ذبحت العراقيين منذ 2003 أو منذ 1980 إلى يومنا هذا، لكن زاد ذبحها وقتلها للعراقيين بجميع الوسائل، من سرقة مال العراقيين أو من انتهاك السيادة أو من نشر الميليشيات، والآن بالقصف المتعمد بشكل مباشر. وثانيا يؤكد تماما على أن إيران تريد استباحة العراق بشكل واضح تماما أمام صمت كبير لهذا المجتمع الدولي الذي حقيقة اخرست ألسنته وهو يرى أن الحرس الثوري يصرح بإطلاق عملية عسكرية، وهذا ما يتناقض مع الحكومة الحالية وسلطاتها الذي تصم آذانها خزيا وعارا وتسكت. ولذلك الميثاق الوطني لن يسكت عن هذه الانتهاكات وفأصدر بيانه عندما أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها على قصف لمنتجع سياحي اتهموا فيها تركيا، وبالتالي راجت المظاهرات. أين هؤلاء من هكذا قصف ومن هكذا عملية تقتل فيها الأطفال وتهجر فيها النساء وتدمر فيها القرى والبساتين الزراعية وتخرج الناس من بيوتهم إلى العراء نازحة من دون أن يكون هناك لهم أي مأوى؟ أين هذه الأحزاب التي خرجت في التظاهرات يوم أمس في بغداد بدعوى أنها تتهم السلطات التركية بقصف المنتجع؟ اليوم خرست ألسنتهم وصموا آذانهم خزيا وعارا لأن سيدتهم إيران هي التي تقصف العراق، ولذلك هم تبعية لهم. بل المعلومات المؤكدة أن الميليشيات أيضا تريد استهداف أربيل والسليمانية بشكل واضح تماما من خلال بعض الأراضي العراقية. ابقى معي لو سمحت أستاذ عبد القادر. دكتور عبد السلام برواري، في حلقة من سلسلة انتهاكات ترتكبها إيران تنتهك فيها جميع الأعراف الدولية، القصف ليس بجديد، سبقه عمليات قصف سابقة، مدينة أربيل السليمانية استهداف للمدنيين، استهداف للمدارس الابتدائية. يا ترى يعني هل فعلا إيران كما تدعي وتقول إن هناك معسكرات تؤوي إرهابيين قامت هي بقصف هذه المعسكرات، كيف تنظر إلى عمليات القصف للمدنيين؟ يعني أولا تحية لك، تحية لضيفك العزيز والأخوات الأخوة المشاهدين والمشاهدات. كما ذكرت حضرتك يعني قصف إيران لمناطق حدودية كان تقريبا عمل موسمي منذ يعني التسعينات. الحجة كانت آنذاك أن هناك إطلاق رصاص أو حادث معين على الحدود، وبالحقيقة حزب العمال الكردستاني هو حزب تركي كما تعرفون، عنده فرع في إيران، عنده علاقات مشبوهة مع الحرس ومع النظام العراقي، كان هو اللي أحيانا يفتعل أحداث على حدود وينطي مبرر كما يفعل حزب العمال في مناطق أخرى. لكن هذه المرة يعني بدأ القصف بقصف مدفعي على مثلث الحدود في منطقة سيدكان البعيدة 80-90 كيلومتر عن الحدود، لم يكن هناك أي حدث. الحرس الثوري أعلن
وكما ظهر في تقريركم وهم ينشرون في وسائل الإعلام صور يفتخرون بالعملية، ظاهر أنه ليس هناك أي سبب داخل أقليم كردستان يعطيهم مبررا للقيام بذلك، بل هو واضح هي عملية ساذجة جدا فاشلة لتسليط الأضواء على موضوع آخر بعد أن اهتم المجتمع الدولي وأدان عملية اغتيال الفقيدة مهسا أميني والاحتجاج الكبير الذي يعم كل مدن إيران. التواجد اللاجئين الإيرانيين موجود منذ التسعينات، وحتى الأحزاب الكردية في كردستان إيران اتخذت موقف عقلاني جدا بعكس بككة منذ قيام الإدارة الكردستانية في 1992. هي احترمت الوضع وتعهدت بأن لا تقوم بأي عمليات عبر الحدود تعطي إيران مبررا للقيام بعملية معينة. طيب وانسحبت إلى العمق. أستاذ عبد السلام، استخدام إيران للمدفعية والمسيرات ليس بجديد، لماذا لم يكن هناك أي رد من البيشمركة رغم أن القصف مستمر منذ أسبوع؟ يعني أولا نحن نظلم البيشمركة ونظلم حكومة إقليم كردستان إذا نطلب منها تدخل في مواجهة مع قوة كبيرة مثل إيران، هذا أنا أعتقد ظلم جدا. ليس عارا وليس عيبا أن نقول إذا دخلنا معركة غير متكافئة ربما إيران كانت تريد ذلك وربما حتى تكتسح المنطقة. السؤال يجب أن يوجه إلى الأحزاب السياسية في بغداد، إلى حكومة العراق. يعني تعرفون ضيفكم أشار إلى صمت المجتمع الدولي، أنا أعتقد المجتمع الدولي أدى واجبه، ولكن الموقف المخزي للأحزاب الحاكمة والأحزاب الموجودة في العراق وبالذات هذه الأحزاب التي تقريبا نقدر نقول تنأى بنفسها عن النطق بكلمة واحدة تزعج إيران، هذه يجب السؤال يوجه إليها، لأن حماية الحدود هو من واجب القوات الاتحادية، هو هناك اللواءان لحرس الحدود. أنا من منطقة حدودية، عندما أزور منطقتي أرى آخر نقطة تفتيش لحرس الحدود تبعد حوالي 50-70 كيلومتر عن الحدود. هذا هو الموضوع، إذا كانت للحكومة العراقية فعلا نية وقدرة أو شهامة للدفاع عن وطنها كان يجب عليها أن تمركز قوات حرس الحدود على الحدود، وعندها ممكن طيب. ربما كان الإيراني يفكرون مرتين طيب. لذلك اللوم يقع على حكومة بغداد. وأنا أقول مرة الأخ، يعني حراما نطلب من حكومة إقليم كردستان أن تقوم بهذا الواجب وتدخل في حرب غير متكافئة. طيب ابقى معي دكتور عبد السلام. أستاذ عبد القادر النايل، إيران تصعد عسكريا في هذا التوقيت بالذات رغم الأزمات الداخلية التي تمر بها ورغم التظاهرات التي اندلعت، لماذا برأيك في هذا التوقيت اختارت لقصف مدن عراقية؟ هذه التوقيتات مدروسة من قبل السلطات الإيرانية، وهي أوعزت إلى الحرس الثوري الإيراني بهكذا عملية متعمدة، ليست القضية تتعلق بوجود مسلحين أو معارضة إيرانية بالمطلق. هذه الحدود لم تشهد إلى هذه اللحظة أي خرقا أمنيا، وبالتالي نتحدى إيران أن تثبت أن هذه الحدود قد حصل منها اشتباك أو قصف باتجاه إيران. بالمطلق هي الحدود آمنة، والقرى التي تقصف هي قرى مدنية. لماذا تقصف القرى إذا كانت هم يريدون قصف الحدود؟ ولماذا المسيرات تستهدف القرى والبساتين والمزارع؟ يعني على أي أساس تستهدف ممتلكات المواطنين؟ إذن هو بالتأكيد لديه أبعاد سياسية واضحة تماما. أول هذه الأبعاد هي أبعاد داخلية من خلال تصدير الأزمة الإيرانية التي حقيقة عمت التظاهرات في إيران، وتوحد الشعب الإيراني ضد هذا النظام الفاشل الإرهابي، نظام ولاية الفقيه، نظام الذي حقيقة يدفع بالحرس الثوري الإيراني لاجتياح المنطقة، وهو حرس مصنف على لوائح الإرهاب، وهو حرس ينبغي حقيقة المجتمع الدولي أن يكون لديه موقفا واضحا. وثانيا تتعلق مسألة قصف أربيل بمسارات تشكيل الحكومة والهيمنة الإيرانية عليها في الداخل العراقي، هذه ملفات مهمة لدى إيران. أما الملف الثالث والأهم هي مناورة مع الولايات المتحدة الأمريكية على حساب سيادة العراق. الأحزاب الحالية الموالية لإيران اتخذت من الأراضي العراقية ساحة
لصالح إيران لتصفية حساباتها مع الجانب الأمريكي في سبيل حلحلة ملف النووي والتفاوض، وبالتالي إعطاء بعض الأمور والتفاوضات. لذلك هم يذهبون باتجاه هكذا أعمال. وحتى إعلان الحرس الثوري، كيف تجد تعاطي الحكومة في بغداد مع هذه الانتهاكات؟ هل ترقى إلى مستوى الخطورة؟ أولا نحن إذ نحمل هذه الحكومة المسؤولية، فإننا نؤكد ونجزم على أن الحكومة متعاونة مع ميليشياتها وأحزابها مع إيران في قصف شمال العراق أو كردستان العراق بشكل واضح تماما. نحن نتهم الحكومة بشكل واضح، بل ندلل بل نؤكد على أنها متعاونة مع إيران من خلال أنها أولا تدعم المنظمات الإيرانية ومشروع إيران، وثانيا تعطي معلومات، وثالثا هي تحاول التدليس لحين انتهاء مآرب إيران. وإلا لماذا إلى هذه اللحظة لم تخرج بشكل واضح تماما إدانات، ولم يذهبوا إلى مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية لإيقاف هكذا انتهاكات خطيرة مستمرة، فضلا على أن القضية لا تتعلق بقصف إنما بإطلاق عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية أسموها بالقصف والحريق. لذلك حقيقة القضية تتعدى أن الحكومة لديها موقف، بل بالعكس أنا أضع الحكومة موضع بكل سلطاتها وأحزابها وميليشيات الحشد الشعبي على رأسها بأنها متعاونة مع هذا القصف ومؤيدة لهذا الانتهاك الكبير لسيادة العراق على حساب أمن المواطنين العزل الأبرياء. وبالتالي لو كانوا يمتلكون ذرة من الغيرة لما رأوا النساء في قرى كردستان العراق تهجر بسبب القصف الإيراني، وطالبات المدارس وطلاب المدارس يحتمون بمناطق نائية عن هذا القصف لعلهم لا يقتلون، والضحايا والدماء العراقية تسيل وهم يصمتون ويتفرجون. نعم دكتور عبد السلام، الإدانات توسعت إلى أن شكلت حالة إقليمية ودولية، يعني إلى أي مدى ترى أن هذه الإدانات يمكن أن توقف هذه الاعتداءات الإيرانية بين الفترة والأخرى على الأراضي العراقية؟ يعني نحن في الحقيقة كضحايا نرحب بمثل هذه المواقف. تعرف الإدانات كانت هذه المرة حقيقة شديدة جدا، ولكن لا تثمر عن شيء، يعني وهو جهد مشكور لكن لا تثمر. الذي يغير الموضوع ويحركه ويجعله فعلا واقعا يؤثر على إيران هو قيام الدولة التي تضررت، أي الدولة العراقية، بإيصال شكواها إلى مجلس الأمن. هذا سيحرك شيئا، وهذا سيؤدي إلى قرار ربما يلزم المجتمع الدولي بأن يتصرف ضد إيران، عقوبات إضافية أو أي شيء آخر. بعكسه طبعا يبقى مجرد لنقول دعم معنوي وواجب، الحقيقة واجب إنساني. من وجهة نظرك هل تعتقد أن الأمر سيكتفى به كدعم معنوي ولا يتم الذهاب إلى مجلس الأمن واتخاذ موقف صارم؟ يعني أنا أعتقد أمريكا تمر بمرحلة، أولا فقدت اهتمامها بمنطقة الشرق الأوسط، ثانيا تقوم بمجموعة من الأخطاء الكارثية التي تفقدها مصداقية السكان والحكومات وتفقدها إمكانية الحركة، ثالثا يعني تعرف احنا انظر ما حدث في إيطاليا وقبلها في فرنسا، العالم كله بضمنه أمريكا يعيش مرحلة من الشعبوية، خشية السياسيين من أي تحرك داخلي. يعني هذا هو العامل الرئيسي اللي يحدد قرارات مستقبلية لأمريكا. هم لا يريدون الدخول في حرب أخرى، يتمنون مثل ما يحدث الآن في أوكرانيا وكما يحدث في مثلا شمال سوريا أو حتى في حربنا مع داعش، مستعدون ينصبوا المليارات أسلحة التدريب إلى كل، لكن لا يريدون يدخلوا في مواجهة مباشرة. هذا طبعا ينعكس على مواقف الأوروبيين أيضا، لهم مصالح اقتصادية. أنا أعتقد من الصعب جدا أن يتقدم أحدى الدول بمشروع إلى مجلس الأمن يتم طلب منها إصدار قرار، ولكن إذا تقدمت الحكومة العراقية وهو مستبعد كليا في هذه المرحلة، هذا ربما سيضع الدول الأخرى خاصة أعضاء مجلس الأمن أمام موقف يجب عليهم التصرف حسب هذا الدعم المعنوي. بعكسي أنا شخصيا لا أتصور. شكرا جزيلا دكتور عبد السلام البروري الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا عبر سكايب، وشكر موصول أيضا للأستاذ عبد القادر النايل عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي ضيفي عبر الهاتف.